برضه النقطة دي في منتهى الأهمية اللي حضرتك قلتها، فكرة اكتشاف الموهوبين. زي إن إحنا في بلد بتعداد سكانها ده كله، إحنا عندنا ناس يعني جامدة جدا على كل الأصعدة في كل يعني المهارات الرياضية المختلفة، بس ما حدش يعرف عنها حاجة. فكرة الكشاف اللي كانت بتطبق زمان في كرة القدم لازم تتطبق في كل الرياضات. هنطلع أجيال من الأبطال، مش مجرد حتى لعيبة مميزين، أبطال إحنا عندنا. أنا بشكرك كريم على الكلمة دي، لأنها مش في الرياضة بس. احنا النهارده هيبقى عندنا مبدعين في الموسيقى والكورال، وزارة الشباب عاملة زخم للمشروعات والبرامج، مش رياضة بس. انسان المتكامل ده بيلعب رياضة، بيضرب درامز. انت شفت الولاد اللي كانوا في العاصمة الإدارية اللي هم بتوع الباركيشن، حاجة جديدة، الأوركسترا وزارة الشباب. انا مش بتكلم على وزارة الشباب الا لما حبيتي، 40 سنة بشتغل في المجال ده لغاية لما تبوأت المنصب، وبعدين انا سكرتير عام الاوكسا او اتحاد الاتحادات الرياضية الافريقية دلوقتي. تراجعوا على مصر لما كنا في دورة الألعاب الإفريقية في الجزائر أو دورة الألعاب الإفريقية في المغرب. البعثة المصرية دي حاجة مشرفة للغاية. سيادة اللواء أحمد ناصر رئيس الأوكسا كان حريص دايما إن احنا نبقى متواجدين بشأننا الإفريقي، بس مع بعثة مصر. شبابنا وشاباتنا مش بيشتغلوا بس في موضوع الرياضة، لا، بيشتغلوا في الأنشطة الموازية، الأنشطة الثقافية والفنية والإعلام والإعلان عن مصر. طب إزاي يشاركوا؟ إزاي يعني دلوقتي ممكن حد يكون بيتفرج يقول أنا نفسي أنضم، نفسي حد يكتشف موهبتي في أي مجال إن كان، فإزاي حضرتك؟ إحنا معانا حاجة ساحرة اسمها الموبايل. بس يعمل إيه بقى؟ الاتحاد المصري للرياضة للجميع هيلاقي سايت على الفيسبوك. ممكن جدا إن إحنا بنتكلم في خلال الاسبوع ده، الجمعيه العموميه وافقت ان احنا نعمل الاشتراك للافراد. كويس. هيبتدوا يشتركوا معانا، هيبقى ليهم مزايا، هيكونوا في اماكنهم. احنا كنا قريب قوي مع مجلس الاداره او مجموعه من مجلس الاداره في قريه سلكه وقريه بحيره في المنصوره، واتفرجوا على الناس احتفوا بينا ازاي واحنا احتفينا بيهم ازاي. يسرنا لهم ان هم يعملوا نشاط رياضي، عملنا لهم عديد من الادوات والاجهزه اللي ممكن يشاركوا بيها في الانشطه الرياضيه في مركز شباب سلكه وبحيره. وكان معانا الدكتور سيد عيسى امين الصندوق، معانا مجلس اداره رائع جدا، يعني نفسي اشكرهم كلهم، دكتور يحيى حسن، دكتورة حنان عميد كليه الاعلام الاكاديميه. تحيه ليهم طبعا. تحيه ليهم يعني كلهم. على الويب سايت يقدروا يخشوا هيلاقوا الارقام وكل حاجه. هل ذوي الاعاقه لهم يعني مساحه هنا برضو؟ احنا مش هنتضارب ولا نخلط الملفات، لان اللي هم ابطال التحديات او كده ليهم اللجنه الاولمبيه المصريه الدكتوره حياه خطاب، وليهم كمان اتحاد الاعاقات الذهنيه المهندسه امل مبدا، وبيعملوا لهم انشطه. فاحنا عاوزين برضو كلهم في مجاله يشتغل، لان لهم طبيعه خاصه، مدربين وبرامج خاصه. انما انا عاوز اقول ان وزاره الشباب بتدعمنا كتير جدا احنا وهذه الاتحادات، فمش عاوزين نعمل ازدواج في الخدمه، يعني نقدر نخدمهم من جانب هم، لا بالعكس، في منظومه كبيره جدا تتسع للكل. ما هي دي النقطه، ده كلام محترم. في تقديم